Lafayette. Yeah. وبراد ووري زيادة ودي ما بدأ كنت عليش البلدية وقتها من أشغال هذوما احنا نادي ميجرين نادي قديم عريق الهدف نتاعو التربوي ينشط في نادي ينشط في ميدان التنس عنا صغيرات معناها ينشطوا فيه وعنا أبطال الحمد لله ونادي قاعد في تقدم للأسف يتعرض صعوبات لأنه الانفراستركتور تهريت معناها وتعبت جينا بمجهودات خاصة وأموال خاصة باش نعملوا الصيانة احنا بدينا وتفاجأنا قال لي البلدية وقفتنا وما فهميش علاش لا هي خدمة الخدمة عشرات سنين مسيبة الوضعية كيكة ولا خليت المواطنين ينقفوا يخدموا يصلحوا في حوايج بسيطة اللي هي ما تستحق حتى شيء هذه صيانة عادية. نحنا عنا برشا نترناو هنايا وديما نلعبو هنا اما ديما التيران فيه برشا حفر وديما نزرقو فيه مع دي عليه ما نقدوهش وعليه الاشغال وقت انا برشا نترينيو هوني ونحبو ديما نترينيو اما المشكل الترينات فيهم برشا حفر ويزلقوا وبالعمل ديما نتضربوني ديجا مضربوني وبرات وهوني زادة وديما بالدم ونحنا وما عليه وقف والاشغال ونحبو نصلحو الترينات باش نكملو الترينات الاشغال متاعنا هي اشغال صيانة لا فيها لا تكسير لا بناء لا حفران هي فقط صيانة اللي هي عادية ما تطلبش معناها أي رخصة من البلدية مشينا حتى لتراتيب البلدية ما عطاونا حتى موتيف ما فهميش معناها ما فهميش ملف ولا حاجة اللي هو موجود ولا مخالفة معناها واضحة احنا وقفنا وكهو بسبب عدم الصيانة النادي ضر لأنه دورة دولية تنحات لانه الملاعب في وضعيه سيئه جدا ما تمكنش باش نعملوا حتى دوره دوليه وهذايا فيه مضره ميزانيه النادي وللنادي وحتى معناها لتونس بصفه عامه هذه دوره دوليه خسرناها معناها جبنا شركه معروفه اللي هي عاده خدمه العديد من الملاعب التنس في الجمهوريه التونسيه في المستير في المنزه غيره وهذا باش نكونوا احنا قمنا ونقوموا بالعمل بالمواصفات الدوليه ونحافظوا على المنشات اللي موجوده كمواطنين وكديبليزي ونحبوا ندعموا الرياضه وندعموا دولتنا. لعبت في التورنوا تاع ميجرين
حابين نقول لي الترانات مش باهين، يزلقوا برشا، وماذا بينا يتعاودوا بشكل نلعبوا بلوز الات. احنا ماحناش مطمئنين ومرتاحين على صغارنا، على خاطر الترانات كلهم يزلقوا. الكلوب نتاعنا اجتهد وجاب مقاول، يا اخي البلديه وقفت لنا الاشغال هذوما، ما فهمتش علاش البلديه وقفتهم الاشغال هذوما، ونحبوا ان شاء الله يكملوا لنا الاشغال هذوما باش صغارنا يبداو مطمئنين ومطمئنين عليهم. برشا نلعب لهنا، وفما حفر في الترانات يطيحوا فينا وقت هي ترجلوا.